بهيدي الأيام وبعد الاستحقاق الانتخابي يلي كان منتظر من سنوات، عم تنرسم صورة الحكم للسنين يلي جاية، أي ترسيمة الحكومة. ومن المعروف أنه بآخر حكومة ترشح 17 وزير للانتخابات النيابية، وكترت خلال هيدي الترشيحات الشكاوى يلي اتهمت بعضهم باستخدام وزاراتهم لمصالح انتخابية، فمبدأ الفصل بين السلطات ولا مرة طبق نسبيا بلبنان، وعدم الالتزام بهذا المبدأ بيؤدي حكما للاستبداد والانحراف وتجاوز حدود ممارسة المسؤوليات. وقديما كان ينقال أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. أما بالنسبة لتعامل الأفرقاء السياسيين مع هيدا المبدأ بالحكومة الجديدة، فبمجرد ما أنه ما في نية من قبل أي جهة بترشيح أي شخصية بوجه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لرئاسة الحكومة يلي هو نائب البرلمان، فهيدا أول دليل لعدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. ومن جهة تانية لفتت مصادر للنشرة إلى أنه التيار الوطني الحر منه رح يميل لتطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة في حال ما مشي الموضوع على باقي الأفرقاء، إلا أنه هو رح يطرح هذه المسألة من خلال قانون بمجلس الوزراء، وهن رح ببلشوا العمل فيه بالدورة يلي جاية. بالوقت يلي ما في شي بيجمع بين حزب القوات اللبنانية وحزب الله عمليا وسياسيا واستراتيجيا، إلا أنه التقوا بحسم قرارهم بتطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، والتقى معهم بهذا القرار كتلة طيار العزم وكتلة الكتائب اللبنانية. والكتل يلي اعتبرت انه ما في مشكلة بتوزير النواب فكانوا كتلة حركة امل، كتلة لبنان القوي، كتلة طيار المستقبل، وكتلة طيار المردة. كل هيدا ما بيعني انه لبنان منه بلد ديمقراطي او انه ما بيمارس فصل السلطات بمضمونة وجوهرة، ولكن الشوائب يلي ناتجة عن سوء التطبيق هل ممكن تختفي ان اعتمد الجميع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك.